سر النجاح لكل واحد فينا هو الصبر والعمل والقدرة على مواجهة صعوبات الحياة بإرادة وثبات، والشروع في طريق النجاح يبي ثقة وتحديد هدف والعمل عليه بكل عزيمة واجتهاد. حلقة اليوم من قصة نجاح مع شاب طموح ومجتهد رغم صغر سنه، حقق نجاحات مقدرة. هو صانع محتوى على اليوتيوب ومدرب تكنولوجيا وشغوف بتطوير مهاراته وتعزيز الفرص للشباب. جداً فخان وفخور وممتن جداً لمن رشحني أو أنني قدرت نكون موجود بين الأربعين مؤثر تحت 40 سنة في الجائزة هذه في ليبيا، لأن فعلاً في أشخاص بين الأربعين يعني جداً عندهم وزنهم وجداً فعالين في المجتمع، فخان قدرت نكون بينهم في العمر هذا. خاض تجارب مختلفة بتميزة وذكاء، وكانت ليه مشاركات كبيرة في مقتبل عمره. أسس أول فريق في ليبيا والوطن العربي لتطوير تكنولوجيا الروبوتات أو ما يعرف بمجتمع ليبوتكس، وتم اختياره سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال العام 2020. بداية التأثير أو كيف نقدر نكون مؤثر في المجتمع ما بدتش بحاجة واحدة، كانت بوسائل مختلفة وقاعدة مستمرة بوسائل مختلفة، منها من خلال اندماجي مع ليبوتكس أو مجتمع روبوتات في ليبيا، أو من خلال قناتي على يوتيوب، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا اللي هي كانت مؤخرا في نهاية عام 2020. واحدة من أهم التجارب أو المراحل اللي مرت بها أنا ممكن في حياتي كلها بصدق يعني هو أن قدرت نحصل ريكوجنيشن أو تعريف حلو يعني من الاتحاد الأوروبي كسفير للنوايا الحسنة ليهم في ليبيا. العملية هي صارت كانت جدا جميلة بالنسبة لي، لأنني قدمت على الفرصة هذه في بداية عام 2020 من خلال واحد من الامتدادات للاتحاد الأوروبي في ليبيا، لكن ما تمش قبولي بداية السنة. النموذج كان في شهر واحد، يعني قدموا عليه مئات الأشخاص من كل يعني من عدد من دول يعني شمال أفريقيا وشرق الأوسط، وهم بعدين كانوا حيقرروا أن يختاروا 2 سفراء للنوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في بلدهم من 8 مدن، 4 شمال أفريقيا و4 شرق الأوسط. في البداية ما تمش قبولي، تم قبول شخصين آخرين. بعدين في منتصف الطريق يعني تقريبا شهر 6 من السنة كلموني من جديد الكوميتي أو اللجنة اللي اختاروا، وقالوا لي إنه واحد من الاثنين انسحب أو صارت عملية معينة، فألقيناك أنت ثاني أحسن مرشح بعده. الفرصة الاختيار كانت على بناء على حاجات معينة، يعني وصول الشخص هذا في المجتمع، نمو السوشيال ميديا بتاعه أو المحتوى اللي يقدم فيه على السوشيال ميديا ومستوى تأثيره. وأنا كانت ممكن الزاوية الحلوة بالنسبة لي يعني في الجانب هذا هو من قناتي على يوتيوب، مشاركت مثلا دروس الرياضيات او البرمجه او اللغه اليابانيه او اي مهارات انا نتقنها انا نحاول نعلمها من خلال قناه على يوتيوب، واللي قدرت ان توصل لعدد كبير من الناس انها فيها اكثر من مليون مشاهده. فهذه اكثر شيء ساعدني ان انا قدرت ان نكون واحد من المؤثرين في الاتحاد الاوروبي خلال بروسيس او عمليه معينه. لعن شهر 9 2020 اكدوا على اختيار شخصين انا كنت واحد منهم من ليبيا ان يكونوا سفراء الاتحاد الاوروبي في بلدنا. محمد زيد شخصية مؤثرة بين أقرانه وملهم لفئة الشباب في المنصات التعليمية، وبذكائه استطاع أن يتقن اللغتين الإنجليزية واليابانية وهو مازال في سن مبكرة. يمتلك أسلوب مشوق وفريد في تناول القضايا والمواضيع اللي تهم الشباب. ظهر محمد زيد اجتماعياً وإعلامياً في فعاليات ولقاءات عديدة، وهو يسعى لاستثمار هالظهور للدفع أكثر بنشاطات اللي تركت تأثير على المجتمع. أهم النشاطات اللي يقدمها من خلال قناته على اليوتيوب هي تعليم اللغة الإنجليزية وبرمجيات الحاسوب باللغتين العربية والإنجليزية، وليه أسلوب خاص في توصيل المعلومة، وهذا اللي خلى قناته توصل لأكثر من 1.5 مليون مشاهد في فترة قصيرة جداً. نخدم بطريقة كبيرة بمساعدة طبعاً الأصدقاء والناس كلهم اللي قاعدين والمجتمع حولي يعني اللي قاعد تساعد فيها بين أهلي وأصدقاء، إنه مثلا من خلال قناة اليوتيوب اللي بدأتها في 2018 واللي ساعدتني نوصل لعدد كبير جدا من الناس يعني ملايين المشاهدات، هي إنه حولت في 2018 كشخص كان في أول دفعة تمتحن في الجامعة كان جدا صعبة، وكانت عندي دراية كبيرة مثلا كيف نحل الرياضيات بالآلة الحاسبة وفي خضم كل الصعوبات اللي كانت موجودة، فدرت قناة على يوتيوب بدأت نشارك في الدروس هذه، فتفاجأت يعني يوم على يوم كانت المشاهدات تزيد مئات الآلاف لعند ما فاتت تقريبا في عام واحد أكثر من 1 مليون مشاهدة.
يعمل زيد على تطوير ليبوتكس للروبوتات والعلوم التكنولوجية، ويبي يحقق هدفه المتمثل في بناء ليبيا باستخدام قوة التعليم والتكنولوجيا وقيم التعاون والاندماج والاحتراف وتوفير فرص للشباب، خصوصاً طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية. قبل أن يكون في فريق وتوى كشخص نحاولوا أنه في ليبوتكس الأم أن احنا نساعدوا الأشخاص اللي أكثر من 18 أن هم يفتحوا فرق روبوتات خاصة بهم باش يدمجوا الأشخاص اللي عمرهم من 12 ل 18 في العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات خلال تجربة مليئة بالحماس والتعلم باش يكونوا القادم بتاع التكنولوجيا والإبداع القادمين. وفي نفس الوقت عندي نشاطات الثانية اللي هي من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلالها ارتبطت بكوني سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في ليبيا اللي هي كانت مؤخرا خلال عام 2020. أنا كشخص هلبا نهتم بالتعليم، يعني نحب جدا نتعلم. خلال فترة يعني كبيرة من عمري كنت نكرس في ساعات مستدامة يعني وتابتة يعني وبطريقة مستمرة باش نتعلم حاجة جديدة عبر الانترنت. فبعد فترة زمنية معينة أو سنين معينة حسيت أن أنا عندي خبرة كويسة، هذه خلتني نوصل لمرحلة نقدر نشارك تجربتي. من خلال مشاركة التجربة واندماجي مع أشخاص مثلا كانوا أكبر سنا أو من حاجات موجودة قدرت نندمج معها باش نعيش تجربة معينة، لقيت أن ممكن أكبر شغف بالنسبة لي اللي كان عندي له فضول من قبل هو الروبوتات، يعني الرجال آليين. فخلال تجربة معينة كانت مسابقة مثلا محلية للتكنولوجيا والابتكار، بعدها الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، جتني فرصة بعدها أنني نكون جزء من مسابقة عالمية. من عندها اكتشفت عالم كبير جدا ومجتمع عالمي للروبوتكس، هو بطولة عالم وكأس عالم من الفيرست. فمن عندها بدأت ليبوتكس اللي هي جاية من ليبيا زايد روبوتات. بدنا فريق صغير في البداية اسمه ليبوتكس يو تيم، كنا نمثل في ليبيا في كأس العالم كل سنة وبعدها مثلا بطولة العالم، وكنا أول فريق في الوطن العربي أفريقيا في مستوى ذاك يكون جزء من بطولة العالم. بعدها العام اللي بعدها فتحنا وساعدنا في فتح فريق جديد، بعدها بعام اللي هو العام الثالث اللي هو كان 2020-2021 كانت عنا فرصة جدا جميلة أن نقدر نساعده في فتح حوالي 24 فريق جديد. الحمد لله يعني كان في عدد كبير جدا من الأشخاص اللي عمرهم أكثر من 18 متحمسين إن هم يعطوا فرصة لغيرهم، فساعدناهم بما تجربة اللي احنا مرنا بها في كيف يقدروا يفتحوا فريق أو كيف يقدروا يكونوا منترز أو مسؤولين لفرق روبوتكس. ففتحوا فرقهم الخاصة في مدن مختلفة في ليبيا بحوالي 8 أو 9 مدن. حاليا مندمجين معهم يعني مئات الأشخاص بين 12 و18 سنة، يحاولوا يعلموهم ويوفروا لهم فرصة في مساحة معينة إنهم يتعلموا العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. محمد زايد عبر عن سعادته بتكريمه ضمن 40 شخصية مؤثرة في ليبيا وخطوات نجاحه تأكد أن مثال رائع ومصدر إلهام للآخرين. بجديات أنا مش قادر نلقى كلمات كويسة أو كلمات مناسبة تليق أنني نشكر أن الشخص اللي رشحني أو من رشحني أو من دعم أنني نكون موجودة هنا، لأن فعلا أنا هلبا سعيد يعني بجديات بمستوى كبير جدا لا محدود أنني نكون واحد من 40، لأن فعلا الأشخاص اللي بين 40 موجودين في أشخاص عندهم وزنهم مؤثرين جدا في المجتمع. فأنك تكون مع أشخاص في فعالين جدا في المجتمع ديما يكون شعور حلو. في نفس الوقت هذا مسؤولية، يعني أنا حاسة وحليم مسؤولية أن محتاجة أن خلال السنين جاية نثبت الجدارة أن فعلا أنا كنت نستاهل أنني كنت موجود بينهم، وحن المفروض أن ندير شغل كويس يعني بنفس المستوى أو أحسن باش نقدر نثبت جدار الشيء هذا. في نفس الوقت أنا جدا ممتن لكل من ساعد وكل من ساهم وكل المجتمع اللي يحاول يعني أو اللي يحاول يساعد في كل شيء صار اللي دفع أن أساسا أني نكون الشخص اللي أنا عليه اليوم باش قدرت نكون موجود بين الأربعين أو في الحدث الرائع هذا. في نفس الوقت اللي ساعدوا حاليا في أن حاجات تانية تصير كويسة، لأن أنا كشخص جدا مؤمن بالتعاون أو أن الأصدقاء موجودين باش يساعدوا بعض، فجدا ممتن لكل حد حولي ساعد باش أنا نقدر نكون اللي أنا عليه، وجدا ممتن حتى اللي حولي حاليا في الأفنت اللي يخلوك تحس أن الأفنت كله أو الحدث كله عبارة على كتلة من الإيجابية ومن الإيمان أنه ممكن فعلا تصير حاجة وتتغير لي بالأفضل. كتير ما نبني صورة مشرقة في أذهاننا لمستقبلنا اللي حنكون عليه، وبرسم الطريق الواضح وتحديد اتجاه السير كل واحد فينا حيوصل لحلمه في أسرع وقت. والأعمال الكبيرة لا تتحقق بالأمنيات وإنما بالإرادة التي تصنع المعجزات.